أعطينا يا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك، كل ما دون وجهك الجم وهام. أعطينا يا ربي أعطينا أن نراك. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا حملا بريا لا عيب فيه، سقى إلى الصلب ساكتا، حاملا خطايا العالم إلى أن نشترك في آلامك المحية ونبادلك تضحية بتضحية ومحبة بمحبة، فنبلغ فرح قيامتك المجيدة ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي والقدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الحي الذي لا يموت، وقد تجسد وتألم ومات فكفر بآلامه عن ذنوبنا، وفتح بموته باب الخلاص وصالح بقيامته الأرض والسماء، الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء المبارك وكل أيام حياتنا من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب العلي المهيب، يا من عايشتنا وأخيتنا ناهجا لنا سبيل الخلاص، يا من تجرعت مر الألام فداء لنا، نهتف لك بضمير نير وقلب طاهر قائلين: بوركت ألامك المقدسة المحية التي حررتنا من عبودية الخطيئة وسلطان الشرير. بوركت ألامك المقدسة المحية التي أظهرت لنا طريق النجاة. بوركت ألامك المقدسة المحية التي صيرت ضعفنا قوة وبساطتنا عزة. إليك نضرع أيها الرب يسوع المتألم المفعم حبا لنا على عطر هذا البخور، طالبين منك أن تلبسنا ألامك برفيرا وعارك تاجا وصليبك صولجانا، وتجعل نفوسنا أنقى من الثلج، ونلبس الحلة اللائقة بوليمتك السماوية حيث نمجدك مجدا جديرا بجلالك، ونشكرك شكرا خليقا بكاملك مع الآب والروح القدس من الآن وإلى الأبد. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي ترنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. اقبل أيها الرب يسوع بخور البيعة التي افتديتها بآلامك الخلاصية، وارتضي عطور رعيتك المشترات بدمك الكريم،
واستجب صلوات البيعة خطيبتك التي تعانق جراحك وتقبل كلومك. باركها وجنبها كل ما يبعدها عنك، فتتألم لألامك وتفرح بقيامتك، وترفع إليك المجد والشكران من الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حايل ثونو قديشات لومو يوثو جي حدس لبتحلو فين اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حايل ثونو قديشات لو ميوثو جي حدس لبتحلو فين اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حايل ثونو قديشات لو ميوثو جي حدس لبتحلو فين اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. رب العيد تمام إذ تألم سر فصح وافتداء ليس أعظم. حسب حنان أهل الوعد أن يحقدي قد أعماكم فقتلتم رب المجد. يا ألام الرب هبي أنجدينا طهرينا قدسينا جددينا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوتي، نحن أيضا نشكر الله بغير انقطاع، لأنكم لما تلقيتم كلمة الله التي سمعتموها منا قبلتموها، لا بأنها كلمة بشر بل بأنها حقا كلمة الله، وإنها لفاعلة فيكم أيها المؤمنون. فأنتم أيها الإخوة قد اقتديتم بكنائس الله في المسيح يسوع التي هي في اليهودية، لأنكم احتملتم أنتم أيضاً من بني أمتكم ما احتملوه هم من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع والأنبياء، واضطهدونا نحن أيضاً وهم لا يرضون الله ويعادون كل الناس ويمنعوننا من أن نكلم الأمم فينالوا الخلاص، وبذلك يطفحون على الدوام كي لا أثامهم، لقد حل الغضب عليهم إلى النهاية. أما نحن أيها الإخوة فما إن تيتمنا منكم مدة ساعة بالوجه لا بالقلب، حتى بذلنا جهدا شديدا وبشوق كبير لنرى وجهكم، والتسبيح لله دائما. هموهم جعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلا. هموهم السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السجود أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس سيتلى الآن عليكم.
فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال لوقا البشير: كان يسوع يجتاز في المدن والقرى وهو يعلم قاصدا في طريقه أورشليم، فقال له أحدهم: يا سيد، أقللون هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، أقول لكم إن كثيرين سيطلبون الدخول فلا يقدرون. وبعد أن يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وبدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب افتح لنا، فيجيبكم ويقول: إني لا أعرفكم، من أين أنتم؟ حينئذ تبدأون تقولون: لقد أكلنا أمامك وشربنا وعلمت في ساحاتنا. فيقول لكم: إني لا أعرف من أين أنتم، أبعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان حين ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا. ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهو ذا آخرون يصيرون أولين وأولون يصيرون آخرين. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دخلت الكنيسة هيدا الأسبوع أسبوع إلام الرب يسوع، حيث منتذكر ومنعيش درب الجلجلة اللي مشي عليها ربنا يسوع المسيح حتى لي من خلاله وبإخرة يوصل على الصليب لفداء البشرية وخلاص البشرية جمعاء. يمكن السنة عم نعيش أوضاع استثنائية، وفعلا عم نعيش هيدي الجلجلة مع اجتياح الوباء، وباء كورونا، للعالم كله. يمكن تكون مناسبة لإلنا إذا بدنا نتطلع برجع وبإيمان مسيحي حتى ليرجع كل إنسان منا لذاته، يفكر بالله، يفكر بإيمانه، يفكر بالرجع، يفكر إنه المسيح هو الأساس والمسيح هو العيد الحقيقي وهو كل المناسبات الحقيقية، حتى ليقدر يدخل من هذا الباب مثل ما بيقلنا الإنجيل لو قد ما كان هيدا الباب ضيق. وبإنجيل مبارح كليتنا مننتبه إلى المثل اللي عطاه يسوع المسيح، مثل التين اللي يبسط حالا لأنه ما فيها أي ثمر وما عم تعطي أي نتيجة على هيدي الأرض، وكيف تعجبوا التلاميذ من اللي صار مع يسوع بذلك الوقت. عم بيقلن يسوع وعم بيقلنا اليوم كليتنا بهيدا الأسبوع وبهيدا القداس وبهيدي الظروف الاستثنائية الصحية والاقتصادية وكل المتاعب اللي عم نعيشها، أنه فعلا إذا كان عنا إيمان قد حبة الخردل، إيمان صغير، مش بس بنخلي التين يتيبس ومش بس بنشفى من أمراضنا، إنما إذا قلنا لهالجبل انقلع واهبط في البحر فيكون لنا ذلك حسب قول السيد المسيح. لكن شرط أن نطلب بإيمان، أن نطلب بخشوع، أن نطلب بثقة، بثقة الإنسان بهذا الرب القادر أن يغير كل شيء. نحن اليوم بدنا نقدم هذه الذبيحة الإلهية ونصلي خلال هذه الذبيحة الإلهية على نية وطننا لبنان، حتى لهالجائحة، هالوباء، هالشيء البشع كتير اللي عم نعيشه، هالشيء الصعب الكتير اللي عم نعيشه، نخلص منه بطريقة إيمانية وبطريقة عجائبية. وربنا القادر على كل شيء هو يقدر وهو قادر فعلا أنه يخلصنا من اللي عم نعيشه، من هذه المصائب وهذه الأوبئة وهذه الحالة اللي كليتنا اليوم عم نعيش فيها. بدنا نصلي على نية كل إنسان مجبور يصلي من بيته حتى ليحمي حاله ويحمي عائلته. بدنا نصلي على نية كل تلميذ لبنان، كل أساتذتهم، كل إدارات المدارس، حتى لي من بيوتكم أنتوا عم بتشوفونا تصلوا حتى لي نرجع قريبا نلتقى ويكون لقائنا لقاء إيمان، لقاء محبة، لقاء عنا رسالة بدنا نتممها،
لقاء كله رجاء ولقاء مملوء وممزوج بحياة المسيح، هالحياة اللي كانت كلها عطاء حتى لنحنا نقدر نضل نعطي أكتر وأكتر ونوصل إلى مجد القيامة بنهاية هيدا الأسبوع، ونكون كمسيحيين عم نعيش هذه القيامة وعم نبشر فيها وعم نوصل إنه المسيح حقا قام. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا ثناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. هللويا، قال الرب إنني الخبز الموحي، آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني، حضن العذراء الأم الناقي، عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة، صرت فوق المذبح قوتا للبيع، هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك اليوم من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل علينا أيها الرب يسوع بركاتك الروحية، وبدل عطايانا الزائلة هب لنا الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوبوية والدة الله مريم، ومرمرون ومروكوز ومرن عمتلا ومرشربل والقديسة ريتا وجميع القديسين. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم لنواياهم هذه الذبيحة الإلهية التي نذكر فيها وطننا لبنان، كي تبعد عنه يا رب هذا الوباء. ونصلي على نية كل الطلاب المتواجدين في منازلهم ويصلون معنا في هذه الأثناء. واذكر يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. أمي يا أمي أهديك ذاتي، قلبي وروحي حبي حياتي، عنيقي فرحي وجراحاتي، واحميني دوما للرب صلاتي. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكران إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، والسلام لكم يا هياكل الروح القدوس.
سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام خطايانا وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لا حق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الأب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفين وقائلين قدوس. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا مبارك آتي باسم الرب. هوشعنا في العلا. قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيوم هودك ضمحة شودي لي ما بتحايي ساب اللحم بدا وقادي شوتو وبارخ وقادش وقصويا بالتلميذة وكدومار ساب خول منه كل خون هونو ديني ثاو فغرو ديل دحلوف يكون وحلوف ساقيه متقصي ومتيهب حصو يضحو بي والحايه دلعو لمع المين. وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو بارخوا قادش ويابل تلميذا وكدومار سابشتاو منه كل خون هونو دين إيثاو دمور ديل دياتي قحداتو دحلوف يكون وحلوف ساقية متشد ومتيهب حصو يضحو بي والحاية دلعو لمع المين. آمين. وزاد على ذلك هذا الإضاحة قائلا: كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني
ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله. ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك وارضى هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك. اللهم لا بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. فيجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة. وعدد أباءنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس الراعي بطريركنا الانتقي، مار أنطوان مطراننا ومار مارون رئيسنا العام وسائر الأساقفة المستقيمين رأي وجميع الكهنة والرهبان والرهبات، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك القدوس. نسألك يا رب. يا رب كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا وللمكبلين بالضيقات محررا وللمساكين منجيا وللبائسين والمضنوقين والمتعبين مفتقدا وللمرضى شفاء. نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك لا سيما مرمرون ومروكز، وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا لجميع الموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد. فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من التراب عظمت علينا وعلى جميع أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا أيها الرب يسوع مع جميع أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. إلهي هذا جسدك هذا دمك الطاهر فاغسل يا ربي خطايا.
العالم فلتحيا بروحك أنفسنا إلهي رفعت إليك يدي حاملتين الجسد اقبله كأس تبارك فيها الدم يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا قدس أجسادنا ونفوسنا طهر عقولنا وضمائرنا فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين السلام لجميعكم ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان اذكرنا يا رب اذكرنا أيها السيد ما تأتيت في ملكوتك الأقداس تعثى للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد ضمئت نفسي إليك أيها المسيح متى آتي وأحضر أمامك يا سيد إلى من ذهب وعندك كلام حياة الأبدي ضمئت نفسي إليك أيها المسيح متى آتي وأحضر أمامك يا سيد
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا، ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع، قد باد عنا كل ملجأ، ليس من يسأل، ليس من يسأل عن نفسي. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع. أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوط الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوط السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه، هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنزلت فصرت لنا مأكلا غير ثان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. وحبيبي وحبيبي سلم الموت إليه، فتسلمنا حياة من جراحات يديك، كل ميت عاد حيا والتقى الكل لديك، يوم أبطلت المنايا بمواعيد الحياة. أي حب قد تفنى مثل هذا في حبيب، أي رب قد تجلى مجده فوق صليب. دهشة بين البرايا عجبا عند الشعوب، وهو في البيعات حق وسلام ولقاء، قادك الحب إلي فتقلدت الصليب، وتحملت لأجلي غصة الموت الرهيب. ليتني أقضي حياتي أهرق العمر سكين في وصاياك وأحيا بين أسرار الفداء. وحبيبي وحبيبي سلم الموت إليك، فتسلمنا حياة من جراحات يديك.